قبل ضربة بداية المشوار. وابتدى المشوار وفي ظل غياب ياسر الشهراني. عادي الكرة ومرتدة، التصويب لا سالب وبعيدة بعيدة من سالم الدوسري. أتاكت من روبرت باور، التصويب تصويب رائع، سافيتش رائع، ألكساندر متروفيتش غريبة. كابتن سلمان يوزع في جول، في جول ألكساندر متروفيتش، جول متروفيتش، جول سميدو رهيب قوي، تعدي الكرة ليه، إمكانية التصويب، سيرينا يتوجه ويأتي الهدف، لا يقول تسلل، يعدي الكرة، تصويب، جول لفريق الهلال جورج جيزوس، رائعة، ممتازة، سافيتش خطيرة، روبن نيفيس يوزع غريبة، كرة سريعة وخطيرة لليسار كانو، التصويب للهلال، كل الدلال وكل الجمال، نهاية المباراة ينهيها أليكسيس إيريرا بانتصار الهلال.